تحية لحضراتكم مشاهدين الكرام في هذا الحوار الجديد. مشاهدين الكرام، هذا الحوار بعنوان تركيا إلى أين؟ هناك العديد من المحاور المطروحة في هذا الحوار. نبدأ من الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل حكومة مستقرة وموحدة في تركيا، حيث تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية أزمة سياسية كبيرة داخل الأوساط التركية، خاصة بعد فشلها كما يرى البعض في حصد الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا. وما راه جانب من التحليل السياسي أنه تراجع في شعبية أردوغان من الناحية السياسية والاقتصادية، على الرغم من أن هناك تحليلات أخرى متعلقة بهذه النقطة تحديدا. على الجانب الآخر، تفجرت الأوضاع في الداخل التركي بعد تفجير مدينة سروق، هذا التفجير الذي كانت له الكثير من الدلالات بالنسبة للشارع التركي وخروج العديد من التظاهرات المنددة بالسياسات التركية وبشكل خاص سياسات الأوساط الخارجية المتعلقة بعلاقات تركيا بالأوساط الأخرى، ناهيك عن حالة الاحتدام الحالية بين قوات تركيا أو قوات الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، وأيضا الصراعات الموجودة على الحدود السورية التركية وفي غيرها من المناطق. على أي حال، الموضوع مطروح مع حضراتكم حول مستقبل الأمة التركية، مستقبل التدخل التركي ووجود مناطق آمنة في سوريا. وهناك من يرى أن هناك بوادر انفراج حقيقية في العلاقات السورية التركية بعد الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب. على أي حال مشاهدين الكرام، كل هذه الأمور مطروحة مع حضراتكم للنقاش والحوار في هذا الحوار مع ضيفي في الاستوديو الذي أرحب به مع حضراتكم، الأستاذ رجائي فايد، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الكردية. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. يمكن هناك العديد من المحاور المطروحة في هذا النقاط، في تقديرك أنت قبل الدخول في بقية التفاصيل، هل هناك تحول في استراتيجي في السياسة التركية بعد العديد من النقاط التي مرت بها مؤخرا؟ التحول الذي من الممكن أن نرصده يتعلق بعلاقة تركيا بجهتين اثنين، داعش والمسألة الكردية داخل سوريا وداخل تركيا. بالطبع تركيا كانت ترى أن داعش عدو مؤقت وليس عدو دائم، لأنه إلى زوال في يوم ما. بس البعض كان يرى أن هناك علاقات وطيدة بين تركيا وداعش، وكانت هناك الكثير من علامات الاستفهام حول عمليات التسليح وما إلى ذلك. هل انقلب السحر على الساحر فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا؟ من الممكن أن نقول انقلب السحر على الساحر، ولكن مسألة العلاقات يعني ليست على وجه التأكيد. على وجه التأكيد هي ممكن تكون مسألة كما قلت لحضرتك، مسألة غض النظر عن بعض الأمور، على أساس أن داعش كانت تدخل في صراعات مع الاتحاد الديمقراطي اللي هو الكردي السوري بما يخدم مصالح تركيا، بالضبط، سواء كان في كوباني فيما بعد في رأس العين إلى أخو، وبما يؤدي إلى التقليل من إمكانية إنشاء كيان كردي على الحدود التركية داخل سوريا. كانت ترى أن المسألة الكردية داخل سوريا وإقامة كيان كردي ذلك هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن القومي التركي، على أساس أنه إذا أقيم كيان كردي داخل سوريا مثل ذلك الكيان الذي نشأ في شمال العراق، إقليم كردستان العراق، ذلك سيشكل خطرا، حيث يشعل العاطفة القومية لدى أكراد تركيا، وعددهم ليس بالقليل، عددهم حوالي 14-15 مليون في الداخل التركي ويتركزوا أساسا في جنوب تركيا، وبالتالي من الممكن أن يهدد الأمن القومي الكردي في الصميم. هنا كانت الحكومة التركية ترى أن داعش خطر مؤقت سيزول في يوم ما، أما الخطر الحقيقي المتمثل في إقامة كيان كردي سوري عند حدودها، وبالتالي يكون بذرة أو وسيلة أو طريق لإقامة كردستان الكبرى، والتي حتما ستقتطع جزءا من تركيا. ذلك كانت ترى تركيا أن ذلك هو الخطر الحقيقي. لكن عندما امتد الحريق السوري داخل تركيا بالتفجير الذي حصل في مدينة سروج، وبهذه المناسبة التفجير تم في مجموعة من الشباب كانوا يستعدون للسفر إلى مدينة كوباني التي حررها الأكراد داخل سوريا من داعش،
لتقديم المساعدات لهم إلى أهل هذه المدينة. التفجير اللي حصل هناك وثم أن هذه العملية ثبت يقينا أن داعش هي وراء هذه العملية، حينئذ أيقنت تركيا أن خطر داعش لا يقل إطلاقا على الخطر التركي وربما يفوق، وأنها ليست بمنأى عن هذا التهديد على الإطلاق. وبكل تأكيد الأمن القومي لأي بلد ليس بمنأى عن الأمن القومي لأي بلد أخرى. يعني بس في الغالب يكون هناك بعض المصالح على اعتبار أن هناك توافقات سياسية متعلقة بالكثير من التنظيمات الإرهابية، ومن ثم فإن التمويل، يعني من أين يأتي إليها التمويل؟ قبل التمويل في يوم من الأيام الولايات المتحدة كانت بتعتبر أنها بمنأى عن أي شيء يحدث في العالم، ثم حدث ما حدث. ودول الغرب وكثير من الدول، يعني ليست الولايات المتحدة وحدها، أبراج نيويورك. التمويل بتاع داعش، التمويل بتاع داعش بكل أسف دايما الأجندات المتعارضة والمصالح المتعارضة دائما تسعى للإضرار بالطرف الآخر من خلال مساعدة عدو له في الداخل. صحيح صحيح. ودي المسألة غاية بالبساطة قدامنا. إيران كان لديها أكراد ولهم مشكلة، لكنها دائما كانت تساعد أكراد العراق نكاية في النظام العراقي. يعني ليس حبا في الأكراد، ولكن كان بتمدهم بالمال والسلاح وتعطيهم الماء وإلى آخره. تمام. الولايات المتحدة أيضا يعتبرونها صانعة لداعش، أيضا بعض المحللين وحتى قرأت حاجة فعلا عجبتني، قالوا داعش أشبه بمنظمة بلاك ووتر ذات السمعة السيئة. صحيح. في أبو غريب إلى آخره. صحيح. وعندما ينتهي دورها ستتبخر مثل بلاك ووتر. مطلوب منها أن تقوم بمهمة محددة، وعندما تنتهي تلك المهمة ستنتهي داعش. تمام. هنا تركيا أيقنت أن داعش لا تقل خطرا عن كوباني، فاجتمع مجلس الأمن القومي التركي وبدأ يعمل ترتيبات. من فترة من قبل كده أحمد داود أغلو رئيس الحكومة، وهو أيضا رئيس حزب العدالة والتنمية، طلب من رئيس الأركان اسمه نجدة أزال، طلب منه إعداد ترتيبات للقيام بعمل عسكري داخل سوريا. داخل سوريا، داخل ده الكلام ده من 3-4 أسابيع، مش من دلوقتي. يعني قبل ما تتفجر تلك الأحداث. فنجدة أزال، ودي حاجة تدعو للدهشة، أنا أفهم أن دايما العسكري يحبز الخيار العسكري، والسياسي دائما يقف ضد الخيار العسكري ويلجم إلى أبعد الحدود العسكري. إلى أبعد الحدود. لكن الذي حدث هو العكس. داود أغلو طلب من رئيس الأركان التدخل العسكري، رفض. طلب منه التدخل عسكريا في تركيا، إعداد ترتيبات للتدخل، وقالوا في حدود 15,000 جندي مسلحين بكذا وكذا، والمخابرات تغطيهم إلى آخره، ترتيبات معينة. رئيس الأركان نجدة أزال رفض وقال دي مسألة هيكون لها تداعيات لا نعرف رد فعلها ايه دوليا او اقليميا، وقال حتى النظام السوري من الممكن ان يسير علينا حلفائه. صحيح. ايران، الاتحاد، روسيا، الصين، وغيرها من الدول، وبالتالي لا نستطيع ان نضمن عواقب تلك الامور. فضلا عن ان تدخل كهذا هيؤدي، هو كان هيؤدي الى حاجتين اتنين، صدام مع داعش، ومن الممكن ان تكون لها خلايا نائمه في الداخل تؤدي الى وتفجر إلى الاوضاع إلى اكثر واكثر في الداخل. اتنين، صدام مع الاكراد. وللعلم كمعلومه برضو جانبيه، حزب الاتحاد الديمقراطي اللي هو داخل سوريا هو جناح لحزب العمال الكردستاني التركي في الداخل. يعني حزب لا هو صحيح. حزب العمال الكردستاني التركي ليه جناحين، جناح في ايران اسمه حزب بيجاك او الحياة الحرة، وجناح في سوريا اللي هو الاتحاد الديمقراطي اللي بيرأسه صالح مسلم. كويس. فمعنى الكلام ده كانت في وقتها كان فيه عملية سلام بتجري بين الحكومة التركية وبين حزب العمال، وكان وصلهم كادوا ان يصلوا الى اتفاق نهائي. فرئيس الاركان قال له ان عملية كتلك ستؤثر في مفاوضات السلام في الداخل، وهنعود تاني نبدأ من جديد، وتعود الصراع الداخلي اللي احنا ارتحنا منه ثلاث سنوات تركيا حال السلام داخلي. يعني في نوع من شبه الاتفاق بينها وبين حزب العمال الكردستاني، ومن ثم يعني مفاوضات. وكان في بعض المطالب النهائية تتعلق بالناس المساجين، بأجلان يطلع من السجن، حاجات زي كده، وتوقفت. بل ان حتى أجلان ارسل رسالة الى المقاتلين بإلقاء السلاح، لان خلاص السلاح لم يعد له قيمه دلوقتي، احنا عاوزين السلام. وانسحبوا من الداخل التركي، انسحبوا لجبال أنديل
في كردستان العراق، اقليم كردستان العراق، موجودين هناك، وده وفر لتركيا حاله من الهدوء النسبي الموجوده. ثلاث سنوات هي بدا الصراع من سنه 84. اول عمليه مسلحه الحزب العمال سنه 84. من 84 الى ثلاث سنوات مضت، الاف الضحايا، دمار، يعني الاف القرى هدمت الى اخره. يعني مدينه اسطنبول على سبيل المثال اكبر مدينه تركيه بها اكراد، بها 5 مليون كردي. ليه؟ لان الاف القرى هدمت تماما ومسحت، واهلها هاجروا الى اسطنبول وغيرها من المدن. المهم اللي حصل بقى، الشيء الجديد ان حصلت عمليه، يبدو ان اكراد تركيا ضجروا من مماطلات الحكومه بشان السلام، خصوصا ان رجب طيب اردوغان ابان العمليه الانتخابيه قال لا توجد مشكله كرديه داخل تركيا. وطبعا دي كانت مفاجاه واثارت علامات استفهام، حاولوا طبعا يعدلوا التصريح لكن الكلمه كانت خرجت. وبالتالي بدا التصويت لحزب الشعوب الديمقراطي اللي هو الكردي حتى يتجاوز 10% ويدخل البرلمان، نكايه في العديد من اصوات حزب الشعب الجمهوري اللي هو عدو للاكراد، حزب اتاتورك. هناك العديد منهم صوتوا للحزب الكردي تصويت عقابي ضد حزب العدالة والتنمية حتى يتجاوز هذا الحزب الحاجز، حاجز 10%، وبالتالي يحرم حزب العدالة والتنمية من التصويت الكردي اللي كان بيقدم لحزب العدالة والتنمية في السابق. ودي احد الاسباب اللي ادت لانتكاسة الحزب في الانتخابات. طب يا فندم هتسمح لي انا هرجع لنكمل التحليل، ولكن مشاهدينا الكرام بينضم الينا على الهاتف زميلنا مراسل النيل عمر احمد، مراسل النيل في انقرة. عمر تحياتي اولا. اهلا بكم. عمر، في نقاط محددة نتحدث حول مستقبل الأمة التركية فيما يتعلق بثلاثة نقاط: ما يتعلق بالأزمة السياسية المثارة حاليا حول تشكيل حكومة تركية مستقرة وموحدة، ثانيا ما يتعلق بالصراع الدائر حاليا أو بوادر الصراع بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني، النقطة الثالثة ما يتعلق بالانفجارات الداخلية أو توتر الأوضاع داخليا في تركيا بعد انفجار مدينة سروج. ما ترصده أنت من تحليلات من ردود فعل حول هذه النقاط الثلاث؟ أولا الحكومة التركية أو الحكومة الائتلافية التي يجب أن تشكل في تركيا حاليا، كما تبدو الصورة أن حزب العدالة والتنمية يريد التحالف مع حزب الشعب الجمهوري، ولكن أغلب التحليلات هنا تقول أنه مهما كان الائتلاف، أيا كان الائتلاف مع أي حزبين فيها، بما أن حزب العدالة والتنمية سيكون أحد الأطراف، فإن هذا الائتلاف مصيره أو عمره سيكون ما يقارب 6 أشهر. فإذا تركيا بحكم المنظور متجهة إلى تكرار الانتخابات. ما يحصل الآن في تركيا من عمليات تفجير وقصف تركيا لمواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أو قصفها لمواقع داعش في سوريا، كل هذه الأمور يربطها الكثير من المحللين وخصوصا السياسيين في حزب الشعوب الديمقراطية بأنها تدبير من تركيا لصناعة نصر قومي لا يمكن إلا بخلاله، إلا عن طريق هذا النصر القومي، بأن يستعيد حزب العدالة والتنمية إمكانياته لتشكيل حكومة أو يجمع الأصوات الممكنة لتشكيل الحكومة بمفرده. أي أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان بعد الانتخابات في 7 يونيو خرج السيناريو بأنه الشعب التركي مصر على أمر عدم تسليم القيادة بكاملها إلى حزب العدالة والتنمية، ولكن لتغيير هذه الصورة الحزب وأردوغان مضطرين لصناعة شيء فائق عن العادة، وهو نصر قومي يتبجرون به، يعني يظهرون به وكأنهم حماة الوطن وحماة الشعب التركي. لذلك بهذا الأسلوب تم جمع بعد الانتخاب، تم حشد القوات، أكثر من نصف الجيش التركي أصبح على الحدود التركية، وبدأ القصف أولا لداعش وبعدها لمقر حزب العمال الكردستاني. لم يكن هناك أي تحرش أو أي عمليات إلا من بدأت في مدينة سروج، وقبلها أثناء الانتخابات، قبل الانتخابات بيومين فجر أيضا داعش نفسه في تجمع لحزب الشعوب الديمقراطية. هذه الأمور
جعلت السيناريو الذي يحصل الآن أن حزب العدالة والتنمية حشد كل هذه القوات على الحدود من أجل ضرب داعش. وإلا نستطيع القول أنه أكثر من سنة ونصف تقريبا في المنطقة التي يريد حاليا أردوغان أن يجعلها منطقة عازلة على الحدود بين تركيا وسوريا والممتدة من جرابلس إلى عفرين تقريبا، هذه المنطقة الحدودية كانت مسيطر عليها من قبل داعش، وكان العلم الداعشي يبعد عن العلم التركي فقط 30 مترا. هذا الواقع لم يزعج أي طوال سنة ونصف، لم يزعج أي من مسؤولي أو لم يزعج أردوغان أو يزعج مسؤولي حزب العدالة والتنمية، ولم يقوموا بأي عملية لتنظيف المنطقة الحدودية أو لقصف داعش، أو حتى أنهم لم يصرحوا بتصريحات قاسية على الأقل ضد تنظيم داعش. هذا الأمر كان مريح جدا بالنسبة لأردوغان أو حزب العدالة والتنمية، ولم يكن عمر هناك من يرصد نوع من التقارب بين تركيا حاليا وإيران، وهذا متمثل في العمليات العسكرية وإصرار تركيا على وجود مناطق آمنة في سوريا، ويراه البعض أيضا نوع من التقارب مع النظام السوري وبالتالي تقارب مع إيران. هل هناك انعكاسات حقيقية كما يراها التحليل السياسي في تركيا حاليا للاتفاق النووي الإيراني مع الغرب وعلاقة تركيا بذلك؟ تركيا مضطرة للتقارب مع إيران، على الأقل هي كانت تقوم بمماثلة أو تمشية علاقاتها الاقتصادية. على الأقل تركيا تستورد من إيران 30% من غازها الطبيعي، لذلك مضطرة بتسوية علاقات جيدة لاستمرارية العلاقات مع إيران، ولكنها في العلاقات السياسية كان لديها خلاف جذري مع تركيا مع إيران بخصوص الملف السوري. لذلك الآن تركيا في حال أقدمت على خطوة تقارب سياسي فيما يخص الملف السوري مع إيران فهي مضطرة لذلك. تركيا لا اليوم ولا بعد ذلك في ظل هذه الحكومة، حكومة حزب العدالة والتنمية، لن ترضى أنها تتقارب أو تخطو خطوات إيجابية أو تخطو خطوات باتجاه إصلاح العلاقات مع سوريا نهائيا، لأن التاريخ التركي أو ما قدمه حزب العدالة والتنمية وبالذات كلام أردوغان الذي إن أحصيناه يمكن أن نملأ ملايين الأرشيفات التي تخص سوريا فيما يخص الأزمة السورية، الكلام الذي تكلم به هذا الكلام مطبوع في الذاكرة التركية، والآن بدأ الحديث عنه أيضا، أن اليوم تقولون أنكم ضد سوريا وغدا تصالحونها أو العكس، وبهذا الأساس يخسر حزب العدالة والتنمية. لذلك لا يمكن أن يقدم حزب العدالة والتنمية في خطوة باتجاه إصلاح العلاقات، يمكن أنه مضطر بحكم الاتفاق النووي الذي حصل بين أمريكا وإيران بخصوص الملف النووي، أنه مضطر لمجارات واقع المنطقة. إيران تتقرب حتى لو كان بأساليب غير مباشرة، حتى لو كانت الأمور بأساليب غير مباشرة متعلقة بالقضايا الدولية محل الخلاف. أشكرك جدا مراسل النيل في أنقرة الزميل عمر أحمد، شكرا جزيلا وعفوا للمقاطعة. بعود مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لضيفي في الأستوديو الأستاذ رجائي فايد. أستاذ رجائي، يمكن قبل الهوى سيادتك قلت لي في فرق بين التحليل السياسي والعواطف والأمنيات. التشخيص الحالة التركية من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية العسكرية، ما ترى أنت في علاقة تركيا في هذه المحاور الثلاث؟ تركيا وفق الدستور أو قانون الدولة الأساسي الذي وضعه أتاتورك، كانت المؤسسة العسكرية هي حامية الدستور، وهي الحاكم، وهي الصوت الأعلى، وهي صاحبة القرار الأخير في أي شيء. أي انقلاب عسكري بيحدث في الدنيا، دبابات تتحرك تحاصر القصر ملكي أو جمهوري، صحيح، ثم إما هؤلاء يصيروا حكام وأبطال، وإما مصيرهم إلى السجون إذا فشل والإعدام. بالضبط. أما الانقلابات داخل تركيا فهي تختلف على الإطلاق. مجلس الأمن القومي يجتمع ثم يصدر قرارا بعزل رئيس الجمهورية أو الملك وانتهى الأمر. ولا تتحرك دبابة ولا أي شيء، انقلاب بموجب الدستور ويسلم الجميع بهذه النتائج. طبعا
وحصل قبل كده كتير انقلابات عديدة بهذا الشكل، وكان ذلك هو المصير. خلاص. فجنرالات تركيا كانوا بهذا الوضع، لكن التعديلات الدستورية التي تمت قللت إلى حد ما من قيمتهم على الساحة التي أدخلها أردوغان. بالضبط. قللت من قيمتهم، وبالتالي حدث ما لا يمكن أحد أن يتخيله، أن تقدم جنرالات إلى المحاكمة. هذا ما كان ممكن أحد يتخيله على الإطلاق. تمام. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، في العمليات الأخيرة احنا تحدثنا عن ضد داعش وضد الاتحاد وضد حزب العمال الكردستاني. تمام. ونسينا حاجة تانية. طيب، جماعة الخدمة اللي بيرأسها فتح الله جولان، وهي جماعة كان لها دور مهم جدا في الانتخابات الأخيرة ضد حزب العدالة والتنمية، لكنها لا بتحمل سلاح ولا عنف ولا أي شيء. فلماذا الهجوم اقتحام مقرات تلك الجماعة في هذه الفترة؟ صحيح. وإلقاء القبض على الآلاف منهم. تمام. هنا التركيبة داخل تركيا الآن، وكما قال الزميل من أنقرة، محاولة من حزب العدالة والتنمية، أو لنقول أنها أشبه بالانتفاضة، لمحاولة تسجيل انتصار تاريخي قومي ينسب ليهم. تمام. الشيء برضو اللي بيدعو للدهشة أن أحمد داود أغلو، وهو حقيقة إنسان حد الذكاء، عنده نظرية سياسية اسمها تصفير المشاكل. بمعنى؟ بمعنى أنك تمسك المشكلة إلى أن توصلها للصفر. تقلل. لكن ما يفعله الآن هو عكس تصفير المشاكل تماما. دي مواجهة مع الكل. ده بيفجر المشكلة. صحيح. في الداخل والخارج. مش بيصفرها. صحيح. ودي بقول لك موضوع بيدعو للدهشة. يعني في الوضع الحالي دلوقتي، بدل ما كان بيصفر المشاكل، وده اللي خلى الحكومة تدخل في مفاوضات مع حزب العمال لتصفير هذه المشكلة. وأيضا في الداخل العراقي كانت لهم ثلاث لاءات أو ثلاث خطوط حمراء على إقليم كردستان: التركمان خط أحمر لا يجوز المساس به، كركوك خط أحمر لا يجوز المساس به، التطور السياسي لأكراد العراق بما يقترب من تشكيل الدولة. كل الحاجات دي كانوا بيدوا نفسهم الحق انهم يتدخلوا عسكريا وبشكل مباشر. ده صحيح. تم تصفير هذه المشكلة مشكلة مشكلة الى ان وصل لأحمد داود أغلو يقول كركوك والتركمان مشاكل عراقية داخلية لا شأن لنا بها وتحل داخليا. تمام. لكن الذي حدث مؤخرا ده اللي بيدعونا للدهشة الحقيقة، ان اللي حصل بقى المشكلة اللي كادت ان تصل الى الصفر، انا فجرتها من جديد وبدأت من الصفر صعودا، بحيث ان انا ممكن اعيد التاريخ الى الوراء الى سنة 84 وندخل في دوامة طويلة داخل تركيا من الدماء والدمار. شتكنا بتتكلم على صراع مع حزب العمال الكردستاني واكراد العراق، وداعش دايما، وداعش دخلت على الخط. المخابرات التركية مؤخرا بلغت الحكومة بتقرير بيقول فيه ان هناك مخطط، يعني كانت احد المشاكل اللي بتقف عقبة امام تشكيل دولة كردية أن لا منفذ لها على البحر. تمام. وإذا تشكلت هتكون محاطة ببحر من الأعداء. فيكتب لها الفشل. طبعا. حساب اقتصادي أي شيء. فقالوا أن فيه ربما حدثت تفاهمات مع واشنطن، وربما يجري الترتيب لذلك لإقامة ممر من شرق سوريا إلى غرب سوريا على البحر المتوسط. في هذه المنطقة بها تركمان وعرب. عملية تهجير سكاني إلى آخره. وان واشنطن بتؤيد اقامة دولة، هذا اقامة الممر ده للبحر على اساس يساعد كاحد العوامل التي تساعد في انشاء تلك الدولة. تمام. من الحاجات دي كلها كان داود اغلو بيطالب رئيس الاركان بضربة جوية تستهدف داعش، لكنها في حقيقة الامر لاجهاض التجربة الكردية داخل سوريا. ده في الحقيقة اساسا يعني، وليس بشأن الايه داعش. من هنا يعني انا شايف ان تركيا يعني مقدمة الايام القادمة على فترة اضطراب سياسي لا شك فيه. مسألة ان حكومة انتخابات مبكرة كما قال الزميل من انقرة، ده مؤكد.
مؤكد حتى قبل تشكيل الحكومة، لأن أثبت التاريخ أن حكومة ائتلافية مستحيلة في تركيا، حكومة أقلية ما استمرتش لمدة يومين أو ثلاث أيام. فالحل الوحيد، لأن حزب الشعب الجمهوري اللي هو حزب أتاتورك بينه وبين حزب العدالة والتنمية خلافات أيديولوجية هيكلية، من الصعب الائتلاف بينهم. أنا كنت متوقع زمان أن يكون الائتلاف مع الحزب الكردي، كنت أنا اللي متوقعه على أساس أن عمليات السلام اللي كانت بتجري. أصبح دلوقتي الحزب الكردي هو أبعد الأحزاب على الإطلاق على الدخول في ائتلاف حاليا بعد ما حدث من أحداث، ده أصبح عدو دلوقتي وفي قتال بين الاثنين. فهي تركيا حسب تصوري في الفترة القادمة فترة عدم استقرار سياسي، فترة عنف داخلي، محاولة لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري. طيب هتسمح لي احنا نرجع لبعض النقاط، ولكن احنا معنا مداخلة كمان مشاهدين الكرام. معنا السيد مولا ياسين رؤوف مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة. سيد مولا تحياتي أولا. تحياتي لك ومساء الخير. أشكرك جدا. ولضيوفك. أشكرك جدا. يعني على ما يبدو من داخل الواقع التركي أن هناك الكثير من المشكلات الحالية، بوادر أزمة وانتهاء يعني فترة الهدوء النسبي بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني في محاولة من حزب العدالة والتنمية في إقامة ما يشبه بالنصر التاريخي أو النصر القومي، ومن ثم يعني تحسين شعبيته في الداخل التركي مرة أخرى. ما ترصد أنت حول هذه النقطة؟ صحيح بالضبط، هو حزب العدالة والتنمية حزب أردوغان رئيس الجمهورية بيبحث عن الأزمات لكي محاولة منه لإفشال تشكيل حكومة في تركيا، وأيضا إظهار نواياه الحقيقية ضد الشعب الكردي وضد ثورته وضد حقوق القومية والثقافية والإنسانية للشعب الكردي. فأي اضطراب أو أي أزمة خلق أي أزمة حسب توجه أو حسب رؤية أردوغان وحزبه حيكون لمصلحة إعادة الانتخابات، وهو حسب حساباته الأولية في إعادة الانتخابات سيكون له فوز أكبر من الآن، يعني ويحصل على نسبة من المقاعد أكثر من الآن بحيث يكون تشكيل الحكومة له تكون سهلة. فهذه هي رؤية أردوغان وحزبه أنا أعتقد. ولكن تصورات حزب العمال الكردستاني في المرحلة القادمة تجاه هذه الأحداث أو هذه التصورات، ما هي رؤيتكم؟ نعم، حزب العمال الكردستاني أعلن اليوم أنه ليس هنالك مكان للهدنة التي دامت سنين ما بين الدولة التركية وما بين حزب العمال الكردستاني بجناحيه العسكري والسياسي. وأنا أعتقد هذا جزء من الاضطرابات التي تحصل في تركيا، سواء اضطرابات سياسية أو اضطرابات أمنية بشكل كبير. وأنا أعتقد خيارات الدولة التركية محصورة ومربوطة بالزمن، وكلما نمشي في الزمن نرى أن الخيارات أمام الدولة التركية تضيق وتقل. طيب سيد مولا، ضيفي في الاستوديو هو السيد رجائي فايد رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الكردية، يريد أن يتحدث إليك أنت أيضا. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ رجائي. مساء النور يا أخي العزيز المولى ياسين. أهلا وسهلا. كنت عاوز يعني أستفيد من وجودك معنا في هذا اللقاء وأنت ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة بسؤال. السؤال هو ما هي تداعيات الصراع التركي الكردي داخل تركيا حاليا على الداخل الكردستاني العراقي؟ وأنا أعلم أن هناك تباينات في الأحزاب الكردستانية العراقية بشأن هذه المسألة. تفضل. صحيح. أنا أعتقد تداعيات هذه الأزمة كبيرة على إقليم كردستان، لأن إقليم كردستان لها علاقات، حكومة إقليم كردستان لها علاقات اقتصادية كبيرة مع الدولة التركية، خصوصا تصدير النفط واستيراد الحاجات الضرورية أو المستلزمات الضرورية للشعب الكردستان. هذه أولا. وثانيا
المسؤوليات تقع على أكبر الأحزاب في كردستان، الحزب الذي بيده رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة وجزء كبير من وزارات الحكومة، هذا الحزب هو الذي يتحمل مسؤولية أكبر من الأحزاب الثانية. صحيح هناك تباين في الآراء ما بين الأحزاب الموجودة داخل إقليم كردستان، هناك أحزاب مؤيدة شبه مؤيدة للقصف، وأكثرية الأحزاب وأكثرية المكونات السياسية داخل إقليم كردستان ضد هذا القصف وهذه الهجمة الشرسة العدوانية، سواء على الأراضي العراقية نحن كعراقيين أو على أراضي كردستان نحن كشعب كردستان، ندين هذه الضربات وندين هذا القصف اللامبرر. طيب عفوا مولى ياسين، نعم، في السابق في سنوات سابقة عندما كان هناك صراع بين حزب العمال الكردستاني صراع دموي والحكومة التركية، كان لهذا الصراع تداعيات على الداخل الكردستاني من خلال الصراعات بين الأحزاب الكردستانية المختلفة، بعضها وصل إلى درجة الدموية. طبعا أنا أتمنى أن لا تعود تلك الأيام السوداء مرة أخرى. هل ترى أن تداعيات ما يحدث في تركيا من الحكومة التركية ضد الأكراد من الممكن أن تكون له تداعيات على الداخل الكردستاني أكثر من الصراع السياسي الناعم؟ لا أبدا، لأن هناك مؤسسات قوية في كردستان، الرئاسات الثلاث، أي رئاسة البرلمان ورئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، كلها متشاركة فيها كل الأحزاب. أنا أعتقد التباين أو الاختلافات ستكون اختلافات في وجهات النظر والسياسية بحتة، ولا تصل إلى مسألة الاقتتال لا سامح الله أو المسائل العنفية في إقليم كردستان. أنا متأكد من هذه المسألة 100%، لأن مؤسسات إقليم كردستان مؤسسات قوية وبيد كل الأحزاب، وكلهم وصلوا إلى درجة من الذكاء و المفهومية في هذه المسائل. أشكرك جدا السيد مولى ياسين رؤوف، مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة. سيد رجائي، قواعد العمليات العسكرية أو التكتيكات العسكرية التي كانت متبعة في سوريا ضد ما يعرف بالتنظيمات الإرهابية كانت معروفة، ولكن دخول تركيا بشكل مباشر على خط الأزمة وإصرارها على وجود مناطق أمنة في الداخل السوري، في تقديرك أنت، هل هناك تغيير في قواعد اللعبة فيما يتعلق بالقواعد العسكرية أو العمليات العسكرية التي تجرى في سوريا بعد تدخل المباشر لتركيا؟ أود أن أوضح لك شيء بسيط، تجربة خاصة بي. أنا بعد المؤتمر عندي في المركز بكرة إن شاء الله حول هذا الموضوع، وكنت بعد ورقة من أسبوعين حول هذا الأمر، عنوان المؤتمر تركيا واحتمالات التدخل العسكري في سوريا. تمام. كل عديت الورقة، كل يوم كنت أعيد الورقة وأعدل فيها في جديد، لأن الأحداث كانت متلاحقة. آخر تعديل كان النهاردة، أنا مش عارف بكرة يحصل إيه. تمام. حتى هذه اللحظة ما زالت العمليات العسكرية التركية داخل سوريا، قصف جوي، طائرات، لم يدخل جندي تركي إلى الأرض السورية حتى الآن. صحيح، ووارد تماما أن يحدث هذا. طيب توقعات حضرتك فيما يتعلق بهذه العملية العسكرية إن وجدت، وأبعاد ذلك على المنطقة بشكل كامل وعلى الأطراف المتحالفة مع سوريا تحديدا؟ نعم، أولا الأكراد، أكراد سوريا بكل تأكيد، عندما أقاموا الإدارة الذاتية في منطقة القامشلي كان ذلك بضوء أخضر من الحكومة السورية بتفاهمات معها. إزاي؟ الحكومة السورية في بداية الثورة سحبت قوتها من المنطقة الكردية بالكامل وسلمتها للأكراد، سلمتها اليوم على أساس إيه؟ يتحملوا مسؤوليات، تتفرغ لمقاتلة الجيش الحر وتترك المنطقة دي، وفي نفس الوقت يتحمل الأكراد في هذه المنطقة حماية هذه المناطق وإدارتها وتوفير المعاش لأهلها إلى آخره. تمام، كويس. ففيه تفاهمات بين الإدارة الكردية داخل سوريا وبين الحكومة السورية، لكن المسألة إيه؟ أحيانا بينقلب السحر على الساحر، وأحيانا
فرانكشتاين عملنا العفريت والعفريت انطلق اصبحنا ايه صحيح. لا نتحكم فيه. الاتحاد الديمقراطي الكردي داخل سوريا اعتقد ان فلت عياره بالنسبة للحكومة السورية، لم يعد في مقدورها ان تحدد له دوره المكان بتاعه ودوره كويس، واصبح هو في مكانه الحكومة السورية بالرغم من ذلك هو في صراع مع داعش في يعني، لكن مع تحرير كوباني اشترك الجيش الحر مع قوات الاتحاد الديمقراطي، شارك معهم في تحرير ده في تحرير كوباني، ومن ثم كان هناك بعض التفاهمات بين الاثنين يعني. فهي المساله ان ايه، المساله بالغه التعقيد، توازنات النسبيه والاشتباكات مختلفه وايه وقد تبني راي اليوم بالغد تجبر على ان تبني عكسه. التوازنات مختلفه، التحالفات مختلفه، صديق الامس عدو اليوم، حليف الامس خصم اليوم، مساله غايه في الارباك. لكن لو دخلت القوات التركية داخل سوريا بكل تأكيد هتؤمن منطقة آمنة تابعة لها، مش كده ولا ايه؟ صحيح. وفي نفس الوقت هيصاب الحلم الكردي داخل سوريا بانتكاسة بكل تأكيد، لكن في المقابل هيشتعل الداخل التركي من حزب العمال الكردستاني، ده جناحه داخل سوريا هو الاتحاد الديمقراطي الحزب. ولذلك برضو كنت عاوز اوضح حاجة لحضرتك، لما كانت كوباني محتلة من قبل داعش وكل الأصوات كانت بتصرخ ان تركيا لا تمدها بالسلاح ولا يعني واقفة ضدها، كان في منطق في المسألة دي. حزب العمال الكردستاني عدوي، صحيح بيني وبينه مفاوضات لكن ما زال خصمه عدو صحيح، يعني هعطي سلاح لجناح حزب العمال ثم يذهب السلاح الى حزب العمال اللي بيحاربني بيه، يعني كان في منطق في هذه يعني فيها نوع من التعقيدات السياسيه والعسكريه. المساله ليست بالبساطه ديت. فهو الخلاصه اللي انا بقولها، اعتقد ان تركيا بعقليتها ستصر وسياتي الوقت ان في جنود هيدخلهم، واعتقد ان في تفاهمات امريكيه تركيه في هذا الاتجاه. تركيا الاتصال اللي بين اوباما واردوغان من يومين، تركيا فتحت الاول سمحت باستخدام قاعده انجيرليك للضرب داعش، ثم بعد ذلك سمحت بالقواعد كلها بأي قواعد جوية تستخدم لضرب داعش. ففي تفاهمات، من خلال هذه التفاهمات أعتقد أن هناك جنود أتراك سيعبروا الحدود ويؤمنوا هذه المنطقة اللي هي بعمق حوالي 35 كيلو وبعرض حوالي يصل إلى حوالي 150 كيلو. شكرك جدا، شرفتنا في هذا الحوار وكل هذه المعلومات القيمة. شكرك على الأستاذ رجاء فايد رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الكردية. شكرا جزيلا، شرفتنا يا فندم. الله يخليك. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل تقدير، أعود وألتقي مع حضراتكم مجددا بعد قليل، فإلى أن نلتقي في أمان الله.